الله يعدي الفرد على خير ان شاء الله. بس إن شاء الله يا رب. إن انا شاء سنه الله. غريبه بصراحه، انا غريب بصراحه، ده اتنازل عنا ورجعها 2019. إن شاء الله. إن شاء الله. في أي فيدباك يا جماعة عن الكورس، عن الأزيلة، أي حاجة؟ إحنا عايزين يوم كده يكون في محاضرة كده، يعني في النص ما تكون بلاك عشان الناس ما تزعل، يعني تكون لكن شنو، تكون مثلا في منهجيتك كيف تجاوب على الأزيلة، يعني حتى كيف تختار وتعرف الكلمات اللي فيها هي مشكلة والكلمات اللي ما فيها مشكلة. ايوه اكيد ان شاء الله باذن الله. يعني دي أيوه. حنديها يعني مش محاضره، حنديها اكثر من محاضره، حنتكلم عن التكنيك بتاع الازيله، زاد أزيلة. بتاع الامتحان. ايوه ان شاء الله. بس عايزين صراحة دي أنا حاسس إنه مشكلتنا، الواحد بيفهم السؤال مرات، بيفهم اللغة الإنجليزية وبيفهم اللغة العربية، ما مشكلة، لكن في النهاية بيكون دائما كده عنده قلق كده في الإجابات، في اثنين كده بيكون ما عارف يختار يعني ذات واحدة. ما لازم هي يكون في تعرف دي، يلا دي هنا كريتيريا كده معينة تفهم بيها. دي انت بتعالجها بشنو؟ بتعالجها بكلامك انت الجميل، يعني اللي انت قلت كلام جميل جدا، الناس تتعامل مع الحاجه دي بمهنيه. ايوه انا بحاول اعمل كده غاز بصراحه، يعني ما ايوه. باقي الشباب، في اي زول يا جماعه عنده سؤال؟ عنده عندك كتاب لنسخة من ريد يا دكتور؟ عندي نسخة. أيوة بي دي اف؟ عندي بي دي اف. أيوة بإمكانية ترسله لنا ولا حصري؟ جدا جدا. أنا تعرف بس كنت ماسك إنه أرسل لكم، قلت أخليكم شوية يعني بعد ما تمشي شوية، بعد ذاك أقوم أرسل لكم الفيرجن بتاع أول الكتاب بتاع ريت يعني. ما في مشكلة، ما في مشكلة. أيوة لكن ما في مشكلة، لو عايزين من هسه أنا بخليه في درايف، لو في اي زول يعني عايز يطلع عليه يعني ما في مشكلة. ما عارف الايام دي في مشكله في الصوت كده، لا يومين ما عارف حاضر شو صوت بيرد كده، بيكون مشكله يعني. الو، الصوت شيء، الصوت مرات كده فيه مشكله، ما عارف الايام دي يومين كده في مشكله ما عارف. انت عارف انا غالبا يعني حتى الليله عملت ابديت للزوم وكده يعني، عشان المشكله بتاعت امبارح دي ما تظهر لنا. بس مرات احتمال يكون يعني في ضغط على زوم نفسه، عشان كده في ناس كثيره في مستخدمه. ضغط على زوم وفي ضغط على الانترنت هو ذاته يعني. يعني اليومين دول يعني الانترنت ما بالضبط كده. هذا نتخيل انه يعني كيف لو كانت الانترنت دي مش موجوده حاليا واخترعت، كان وضعها كيف؟ اي والله العظيم يا اخي الانترنت ده هو يعني سهل يعني. ناس انت عارف لو السلام عليكم، كيفكم؟ مساء الخير. عليكم السلام. وعليكم السلام. سلام. انا انتظر لي فتره، قلت اظن مخطوطه احتياط الليله. حلو. انت عارف يا خالد. ايوه انت عارف الزول لما يخش كده زي بيحس نفسه زي بيخبط الباب كده ومنتظر مشيت الفيس لقيت الناس شغاله لايف وانا بجاي انتظر، قلت اجي حاضر شو. الله المستعان. هاي يا جماعه، اي سؤال، اي فيدباك، شكرا والله يا جماعه. في ناس بيرسلوا لي يعني فيدباك بستفيد منه والله يا جماعه. لو في اي ملاحظه، في اي فيدباك يعني، حتى زوره ما داري يرسلها في العام، يرسلها في الخاص يعني، فاويلكم والله يعني، لانه الحاجه دي بالنسبه لي ذاته انا يعني ليسون ليرند يعني، حستفيد منها في البرفورمانس بتاعي، وبستفيد منها في حاجاتي الشخصيه يعني. فكتر خير اي زول والله يرسل فيدباك استفدت منه يعني. فالحاله واحده يا جماعه، بقينا يعني علاقتنا بقت قويه يعني، تخيل لي تسمعين انه نشيل النقاط من الحروف يعني، نحط النقاط في الحروف. لو في اي زول عنده اقتراح، عنده ملاحظه يعني، اني تايم يعني، ما في مشكله. في النهايه نحن عايزين شنو؟ كلنا احنا تمنج الكورس ده عشان نستفيد منه كلنا يعني، انتوا تستفيدوا وتعمل بي ام بي، وانا كمان برضه استفيد من خبراتكم وكده يعني. فالليله الحاجه الجديده اللي عملناها انه حنقوم نناقش الازله بصوره بروفيشنال يعني. نحن عايزين اي زول يشارك، فخلينا السكوب ده سميناه سكوب يعني، عشان نحن بنعتبر انه الكورس بتاعنا ده كله بروجكت. النقاش بتاع الكويزز
نحن ده حنسميه واحد من الـ من السكوب بتاعت الـ بتاعت الـ الـ البروجكت بتاعنا ده كويس. فالبيكون مزول من البروجكت ده من السكوب ده منه حتكون مزوله من روح، فروح حتتواصل معاكم وكل يوم الساعه 8:30 او هي الوقت اللي تتفقوا معاه فيه هي حتقوم تنسق لكم الحاجه دي كويس. بعد شويه حنشوف انه نشوف سكوب ثاني، يعني مثلا الحته بتاعت السبيلنج ميستيكس والحاجات دي وكده، انا حارسل لي اشوف خالد ظروفه شنو، حارسل له المحاضره قبل وقت يعني عشان يقوم يشوف لو في اي غلطه املائيه، في غلطه جرامر وكده، يقوم يعمل لي بروف ريدنج يعني تمام. فده السكوب بتاع خالد يعني. بعد شويه حارسل لاسامه، حارسل له النسخه بتاعت ريتا، او حارسل لكم كلكم الكتاب. فاسامه يقوم لو لقى اي حاجه مثلا اضافه جديده في الموضوع ده فمزول منها خالد اوكي. فدي يعني خلونا زي ما قلت لكم قبل في الجروب انه ندخل البروجكت مانجمنت في نعمل لها تطبيق يعني في الكورس بتاعنا ده يعني كويس، عشان انتم ذاتكم تستفيدوا ذاته. بعد شويه اي واحد يمشي يدرب له كم نفر يعني، فعشان احنا دارين الحاجه دي تبقى زي يعني اسي دي الغربي ده نجح في حاجاتهم وكده، لانه في اداره المشاريع يعني اسي واحد من الحاجات اللي جبيه ذكره اسامه وكيفتني جدا انك انت تتعامل مع المشروع بمهنيه يعني، ما تتعامل معه بعواطف يعني. جاك الستيك هولدر قال لك نضيف يا اخي حاجه والحاجه دي بتغير لك او اصلا انت ما اتفقتوا عليها من البدايه، فانت ما حتقعد تحنس وتقول له والله يا اخي انت اللي عليك التشنج ده مشى بالبروسيس ويترفض، انت الحاجه المهنيه اللي انت المفروض تعملها هنا انك انت تسجله اوكي، تعمل ريكورد اوكي. بعدك انت ماشي تحنس الكاستمر ماشي والله يا اخي معليش المره الجايه، او ده موضوع ثاني، دي حاجه علاقه شخصيه بينك وبين الكاستمر، لا بين ايوه بين الستيك هولدر او الكاستمر تمام. في اي ملاحظه أي اضافه قبل ما نبدا؟ ايوه اسامه شايفك رافع يدك. الصوت يا جماعه سامعني؟ والله في مشكله في الصوت. لا سامعين كويس الحمد لله. اوكي تمام، اسامه شايفك رافع يدك، تفضل. اسامه اوكي. طيب نحن حنبدا يا جماعه الليله، حنواصل في السكوب مانجمنت. امس تكلمنا عن ايوه تفضل. معليش اسف المقاطعه. الموضوع الكويس بس كنا عايزين شويه ابدر عشان نقدر لانه ما دام مصلح يكون في مناقشه الساعه 8:30 يكون في تنسيق في وقت التنسيق راح يعني لانه ترى ما يكون في اوكي تمام يعني. جد جدا 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 انا حكتب في النهايه بتاعتي انه يكون بدري ثاني ان شاء الله. اوكي نو بروبليم يا مستر. طيب يا جماعه نحن الليله حنتكلم حنواصل في البروجكت سكوب مانجمنت. قبل ما نخش في خلوني يوميا نرجع للبيس لاين بتاعنا اللي هو التيبل بتاع البين بوك، فخلونا نشوف ان احنا واقفين وين وصلنا وين اوكي. طيب ده البيس لاين ان احنا شغالين عليه. سوري السكرين ديرت اوكي. طيب نحن لحد الان يا جماعه طيب منو الحفظ ال واحد يقول لنا ما 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 معلش انا حقفل الشير سريع. طيب انا عايز واحد يقول لي البروسيسز بتاعت البروجكت كلها، واحد بس يقول لي كلها يعني الخمسه بروسيسز يرفع يده. البروسيسز ما نولج اريا البروسيس بتاعت البروجكت. ايوه يا روى. الانيشيشن، البلاننج، الاكسكيوشن، الكنترولينج، الكلوزينج. اوكي في حاجه نسيتيها؟ لا لا ما هل كنترولينج عند المونيتورينج ما قاعد اعرف مونيتورينج. اوكي طيب كلوزينج. اوكي محمد عثمان رايك شنو في الكلام ده سريع؟ شافك رفعت يدك ونزلتها محمد. طيب ايوه كلام روح هي اللي هي عندنا خمسه بروسيسز دي بنسميها بروسيسز يا جماعه اللي هي دي الانيشيتنج والبلاننج الاكسكيوتنج المونيتورنج اند كنترولنج والكلوزنج. اوكي دي في اي بروجكت لازم تكون فيه، مصد انها تكون في اي بروجكت
اوكي. طيب النولج اريا هم كم؟ وواحد يقول لنا مثلا، يقول لنا منهم يعني سريع في نص دقيقه. يا محمد عثمان، محمد، خالد، ايوه خالد هم سامعني؟ انا ايوه سامعك. انا تقريبا قاعد اقسمهم على انه الار 2 والاس 3 والسي 2 والباقيين منفردين. الار 2 حلو. هم هم الريسورسز والريسك، والاس 3 طيب اللي هم الستيك هولدرز والسكيدجول والسكوب، اكسلنت. والسي الاثنين الكوميونيكيشن مانجمنت والكوست. بعد ذاك نجي عند البريكرومنت اوكي او الانتجريشن مانجمنت، ونجي عند الكواليتي اند كنترول. الكواليتي، فيري جود فيري جود خالد، انت قلتهم لكن انا عايز لو في واحد عارفهم بالترتيب. محمد عثمان، محمد، فاطمة آيفون، فاطمة. هلو. أيوة محمد. أيوة معلش أنا من هنا المايك كان معمول لي ميوت عشان كده ما هنا. هم أوكي. بالترتيب أنا غايته بحاول فيهم، لكن ما متأكد إنهم هم لسه ما طيب في حاول. الترتيب بتاعهم. لكن هي بتبدأ بالإنتجريشن، وبعد إنتجريشن السكوب بعد السكوب ما يتحدد المفروض يكون الكوست، السكوب الكوست السكاجوال سوري، بعد ذاك الكوست الريسورسز. أنا أسمع حفظهم بالترتيب لكن الريسورسز مانجمنت، الكواليتي، الريسك، البريكيورمنت المفروض تكون قبليهم، الستيك هولدرز افتكر اذا قلتهم العاشره. اوكي تمام، ناقص حاجه. تمام، شكرا جزيلا. طيب اعمل لكم شير للسكرين عشان نمشي. طيب شايفين التيبل يا جماعه؟ اوكي. طيب نحن قلنا يا جماعه زي ما قالت روى، نحن عندنا خمسه بروسيسز لاي بروجكت، يعني اي بروجكت نحن لازم البروسيس دي نعملها فيه كويس او نطبقها فيه. انك انت كيف تعمل البروجكت بتاعك من البدايه اللي هي الانيشيتنج والبلاننج والاكسكيوتنج والمونيتورنج والكنترولنج والكلوزنج. طيب نحن ديل الحاجات ديل ننفذهم كيف؟ يعني انا ذاتي الانيشيتنج دي عشان انفذها شنو؟ عشان تنفذها يا جماعه اعمل لك حاجه اسمها النولج ارياز، اوكي؟ والنولج اريا دي 10، اوكي؟ اول واحده هي البروجكت انتجريشن، اوكي؟ نحن دي كلها غطينا البروجكت انتجريشن، اوكي؟ خلاص. جينا بدينا في السكوب، في السكوب امس اتكلمنا عن البلان سكوب، واتكلمنا عن الكوليكت ريكويرمنت، اوكي؟ الليله حنتكلم عن الديفاين سكوب، كريت دبليو بي اس، فاليديت سكوب، وكنترول سكوب. السكوب ده يا جماعه من اسهل الاسهل حاجه في البروجكت مانجمنت، يعني ما فيه حاجات واضحه انه يا اخي السكوب ده شنو، انك اي حاجه انت دار تعملها في البروجكت مفروض تكون هنا، اي حاجه مفروض ما تتعمل في البروجكت تقوم تكتبها هنا، اوكي؟ امبارح ضربنا امثله انك انت الحاجات المفروض ما تعملها في البروجكت شنو، دي من البدايه تكون شنو بتقول لك انت بتبنيها على الشارتر، يعني الشارتر ده لما يجيك انت على ضوء بتعمل بتحدد السكوب بتاعتك، اوكي؟ يعني مثلا نحن على السكوب يا جماعه انه في الكورس بتاعنا ده حنتعامل معاه كمشروع. واحده من السكوب بتاعتنا يا جماعه انه خالد حيعمل لنا بروف ريدنج للسلايدز وللكويتشنز، اوكي؟ دي مسؤوليه خالد، خلاص. يعني خالد ده لو طلبنا منه قلنا له يا خالد يا اخي بالله عليك الله ناقش لنا اسمها شنو؟ ناقش لنا الجروب، في الجروب ناقش لنا الاسئله وكده، بقول انا ده ما شغلي، ده شغل روى، اوكي؟ فكده شنو؟ اي زول بيكون عارف الحاجه، عارف الحدود بتاعت الصلاحيات بتاعته، اوكي؟ طيب على مجال الكورس مثلا، نحن والله قلنا الكورس بتاعنا ده انه تو ديليفر بي ام بي، اوكي؟
وواحدة من الريكويرمنت الآن اللي نحن عملناها واتفقنا على إنه يا أخي الكورس ده يكون ما يكون أكثر من 35. يعني أسي أنا في ناس كتار بيرسلوا لي بيقول لي يا أخي نحن دارين الزوم آي دي، بقول لهم يا جماعة والله سوري الكورس بتاعنا ده أسي خلاص الكلاس فول. دي واحدة من الاسكوب، أنا حددت الاسكوب 35 طالب، ال 35 ديل على ضوء شنو؟ إن أنا براقبهم بصحح لهم بديهم فيدباك أوكي عشان أنا ما أضغط نفسي وعشان ما يكون الكواليتي بتاعت الكورس ده تقل. فأنا ال 35 ديل حسب زمني بقدر أعمل لهم منيج أوكي، لو زادوا أنا ما حقدر أعمل لهم منيج. فده إكزامبل يا جماعة للإسكوب الحاجات في والحاجات برضو ما مفروض انت تعملها في البروجكت او البروجكت ده ما انكلودد، برضو مفروض تعملها ديفاين في السكوب. فدي كل الحته دي بتاعت في السكوب مانجمنت اوكي. طيب نرجع لبكره ان شاء الله حتى في السكيدول. طيب نحن انتهينا من الانتجريشن بتاعنا اوكي، حددنا السكوب بتاع البروجكت شنو، بعد ده في السكيدول في اللي هو الجدول الزمني بتاع البروجكت بتاعنا تمام. فهسه خلونا نكمل في السكوب. البتاع ما قدرت على حاجه كده مسحها مع بعض، والمشكله بنسى يعني ما بذكر الا المحاضره تبدا يعني، يا اكيد بيكون عندها تكنيك لكن يلا ما مشكله. طيب الشير تمام. طيب يا جماعه ان شاء الله الليله حنتكلم عن البروجكت سكوب مانجمنت، حنواصل فيها. في السكوب مانجمنت حنجي نتكلم عن ديفاين سكوب، كيف نعمل ديفاين، كيف نحدد السكوب بتاعت البروجكت بتاعتنا والسكوب بتاعت البرودكت. امبارح اتكلمنا عن انه عندنا سكوب، عندنا بروجكت سكوب نطاق المشروع، وعندنا برودكت سكوب اللي هي نطاق الحاجه نحن حيطلع المشروع اوكي. حنجي نعمل نشوف الكريت دبليو بي اس، والكريت او دبليو بي اس يا جماعه زي ما اتفقنا انه هي الورك بريك داون ستراكشر. من الاسم بتاعي انك انت بتقسم التاسكات بتاعتك لتاسكات صغيره، يعني في البروجكت بتاعك يعني اي تاسك كبير بتقسمه لتاسكات صغيره عشان تبدا تشتغلون. بعد ذاك بعد ما خلاص انت ديفاين السكوب وعملت كريت للـ WBS الورك بريك داون ستراكشر، بتجي تعمل لها فاليت. الفاليت دائما بيكون وين يا جماعه؟ في المونيتورنج اند كنترولنج. يعني انت طلعت برودكت معين اوكي، انت عمل له عشان تتاكد انه والله البرودكت ده فعلا زي ما انت خططت له، او وصلت دي زي ما انت خططت لها. في حاجه اسمها فاليديت سكوب، وحنشوف في الفاليديت سكوب دي شنو. وحنختم بكنترول سكوب اوكي. طيب نجي نشوف ديفاين سكوب. اول حاجه يا جماعه في الحته دي انت المفروض تعمل شنو، ديفلوبينج ا ديتيل ديسكريبشن بروجكت اند برودكت. يعني انت في الحته دي مفروض في المرحله دي تحدد تماما انه البروجكت ده مفروض يعمل شنو، المتطلبات بتاعت المشروع تكون معينه ما تطلع من نعم محمد شايفك رافعتك محمد عثمان. طيب الشريحه لسه على الصفحه، هديك فرصه الأولى. نعم الشريحه لسه على الصفحه الاولى على ليسون 8 بس، وكوبايه القهوه من قبل شداره دي يا راجل والله غريبه لك. طيب سوري خلينا اقفل، سوري اعمل شير. حاجه غريبه PMP driveway. طيب كده كيف يا شباب؟ كده تمام تمام شكرا جزيلا. طيب دي الاجنده بتاعتنا الليله يا جماعه، هنتكلم عن الديفاين سكوب اوكي، نحدد النطاق بتاع كيف نحدد النطاق بتاع المشروع بتاعنا، وكيف نحدد النطاق بتاع البرودكت الحاجه اللي هينتجها المشروع.
هنيجي نتكلم عن الكريت، كيف انه نحن التاسكات بتاعت البروجكت دي كيف نحن نقسمها لتاسكات صغيره اوكي، وحوريكم اكزامبل ل دبليو بي اس اوكي. هنجي نتكلم عن فاليديت السكوب. الفاليديت يا جماعه والكنترول ديل في المونيتورينج اند كنترولينج. الاربع الحاجات الاربع الاولى اللي هي بلان سكوب مانجمنت وكوليكت ريكويرمنتس وديفاين سكوب وكرييت دبليو بي اس، دي كلها في البلانينج يا جماعه. الاربع حاجات الاولى دي في البلانينج، الاثنين الاخرانيات ديل بيقعوا في الحته بتاعت المونيتورينج اند كنترولينج، وحنجي نشوف ليه خاتينهم في المونيتورينج اند كنترولينج. طيب نجي نشوف الديفينيشن هاو تو ديفاين ذا سكوب اوكي. اول حاجه في المرحله دي يا جماعه انت لازم يو نيد تو ديفلوب ا ديتيل ديسكريبشن بروجكت ان بروجكت بروجكت ان بروجكت. يعني انت تحدد انه والله يا اخي انه المشروع بتاعك ده انت مفروض الحاجات الاكتيفيتيز الفيو شنو، وهو حيصل لشنو، النتيجه حتصل لشنو. النتيجه دي ذاتها لازم تكون محدده، يعني انت داير تترين بيبل في البي ام بي، انت في النهايه مفروض دي الريزلت بتاعتك، ما تكون ترين حاجه ما البروجكت من البروجكت اوبجكتيفز. البنيان المشروع بتاعك المفروض يطلع مبنى خمسه طوابق، مفروض في النهايه يطلع لنا مبنى خمسه طوابق اوكي، عشان تساتيسفاي الكاستمر اوكي. فهنا انت في الحته دي بتعمل ديفاين اكوريت ديفاين للسكوب بتاعتك تمام. طيب هنا برضو دي تاكيد للكلام ده، سبيسيفاي باوندريز ان اكسبتنس كريتيريا. انت في النهايه داير البروجكت بتاعك ده انه اكسبتد باي باي الكاستمر اوكي، باي الكاستمر وباي السبونسر اوكي. طيب انت كيف تكون متاكد انه والله اي شغل بشتغله ده within الحاجه اللي بتوصلني لنتيجه ترضي الجماعه ديل، وللنتيجه اصلا من البدايه الجماعه ديل خدتوها لي في البروجكت شارتر اوكي. طيب نمشي للسلايد اللي بعده نشوف inputs والoutputs. طيب الانبوتس والoutputs يا جماعه شوف البروجكت شارتر في الانبوت، لانه ده على ضوء انت بتحدد السكوب بتاعتك. البروجكت شارتر بتاعك ده لو هو في النهايه انه والله يا اخي نحن البروجكت ده عايزين يطلع لنا مدرسه في فيها سته فصول، فيها مكاتب معلمين، فيها استراحه للطلبه، فيها سور، السور ده يكون مشجر اوكي، ده البروجكت شارتر بتاعك. في البروجكت شارتر ده بتحدد الستيك هولدرز، بتحدد الممولين اللي بيمولوا المشروع ده منه، المشروع ده المفروض ياخذ كم، يعني حاجه كده رفلي اوكي، ويكون موقع من السبونسر. بعد ذاك دايرين البروجكت مانجمنت بلان اللي انت عملتها قبل في المرحله اللي قبل في الانتجريشن. البروجكت مانجمنت بلان دي دايرينها لانك انت بديت تحدد فيها الحاجات. هنا نحن الحاجات دي هنعمل لها ديتيل ديسكريبشن، نحددها تحديد عميق عشان بعدين ما نقع في اي غلط ولا نقع في اي مشكله، عشان البروجكت ده ما يطلع لنا حاجه غير الحاجه اللي احنا قاصدينها. برضو يا جماعه واحده بتاعت الديفاين السكوب انه يا اخي انت تحدد منو اعمل شنو، دي برضه مهمه جدا جدا عشان بعدين ما والله يا اخي يا الغصواء يا اخي ها الحال سكوب اللي عندك ده كملتيه والله ما كملته، ده المفروض يعمله خالد. خالد يا اخي انت ليه ما كملته؟ والله يا اخي اسامه المفروض يجي يشتغل معي، يعني حتكون في شنو الموضوع هيكون لك كده لوز. لكن هنا لو حددت انه والله يا اخي السكوب A هيعمله خالد، السكوب B هتعمله الغصواء، السكوب هيعمله اسامه، الموضوع ده خلاص انتهى. انت حتكون عارف منو اللي بتمشي له طوالي عشان تعمل تشيك للسكوب بتاعته تمام. طيب البروجكت دوكيومنتس المحتاج ليها هنا الاسامشن لوج، محتاج للاسامشن لوج، محتاج للريكويرمنت دوكيومنتيشن والريسك ريجستر. لو لاحظتوا يا جماعه الانبوتس بدت نحن نكون فاميليا ويد، يعني ما خلاص يعني لحد الان ما في حاجه جديده، كل الحاجات دي مروا علينا يعني تمام. فاي حاجه جديده يا جماعه يعني مرت علينا انا بقيف فيها بشرح لكم بالتفصيل، لكن الحاجات الاوريدي انتم مرت عليكم خلاص يعني دي المفروض تكونوا عرفتوها. اجين انتربرايز انفايرمنتال فاكتورز محتاجين ليها ومحتاجين للاوبشنال اسيتس. نجي نشوف التولز اند تكنيكس الاكسبيرت جادجمنت. الاكسبيرت جادجمنت دي محتاجين انت في الـ في الـ في السكوب مانجمنت كلها في النولج اريا. محتاج للديتا اناليسيس تعمل التريتيف اناليسيس اوكي،
يعني تقارن هنا وهنا والله يا اخي دي احسن من كده لانها كده كويس في النهايه انت عشان تصل لقرار ديسيشن ميكنج. امبارح اتكلمنا عن الديسيشن ميكنج كيف انه نحن نقدر نعمل ديسيشن ميكنج بالفوت وبالنومينيشن والحاجات دي. اوكي انتربيرسونال تيم سكيلز فاسيليتيشن. امبارح اتكلمنا عن الفاسيليتيشن اللي هو انك انت يعني تفاسيليتيت الحاجات دي كلها انت كمدير مشروع انك انت كيف تقدر تقنع الناس دي او تقدر تشيل منهم المعلومات بطريقه جيده وتستفيد من المعلومات دي. اوكي بعد ذاك برودكت اناليسيس دي حاجه جديده لكن هي واضحه يعني انك انت في النهايه البرودكت بتاعك ده شكله يكون كيف. انت مثلا دار البرودكت ده في النهايه المفروض يطلع لك مكيفات. اوكي المكيف شكله يكون كم, القياسات بتاعته تكون كم, اللون بتاعه يكون كم, الوزن يعني كل تكون في الحته دي عشان بعدين اي حاجه لما نيجي للحته بتاعت المونيتورنج اند كنترولين وتشيك الكواليتي تكون انت هنا ده البيس لاين بتاع الكواليتي بتاعتك اعتمدت عليه دي على البرودكت سكوب. والله يا اخي البرودكت سكوب بتاعي ده مفروض اللون يكون ابيض, انتوا ليه مطلعينه لي جري؟ بعد ذاك شنو بنحصل سريع بنعمل تشينج الحاجه دي. انت ما تحصل تشينج وقلنا واحده من مدير المشروع الحاجات اللي يتفاداها يا جماعه انه ما يكون في تشينج. فانت من البدايه لازم تظبط السكوب بتاعتك. اوكي الاوتبوت بروجكت سكوب ستيتمنت اللي هو الستيتمنت بتاع البروجكت سكوب اللي هو ده بيكون فيه البروجكت سكوب بالتفصيل, بيكون فيه البروجكت سكوب كويس يعني انت محدد فيه الحاجات دي كلها. تعمل ابديت للاسامشن لوج لو ظهر معك اي اسامشن, ريكويرمنت دوكيومنتيشن. اوكي لانك انت خلاص بديت تحدد والله يا اخي انا المكيف ده محتاج له ل مثلا يعني صاج او محتوى لفايبر بالشكل الفلاني. اوكي انت مو في البدايه لما جيت عملت البلان بتاعتك لقيت ان انت كنت خدت حاجه ما الحاجه يعني لقيت انه في حاجه احسن هنا لما قعدت مع التيم بتاعك مع الاكسبير جادجمنت لقيت انه والله في ماتيريال احسن ماتيريالز اللي انت كان خطيتها. اوكي لانه نحن لسه المرحله بتاعت البلانينج يا جماعه بنقدر نعمل تشينج. اوكي الريكويرمنت تريسيبيليتي ماتريكس. اوكي برضو هنا انت بتعمل لها ابديت, هي دي برضو عندها بالريكويرمنت دوكيومنتيشن. ستيك هولدر ريجستر يعني هنا انت محتاج للستيك هولدر ريجستر تعمل له ابديت على اساس انه لو ظهر انه اي لما جيت عملت ديفينيشن للسكوب بتاعك لقيت انه والله في ستيك هولدرز اصلا ما مفروض يكونوا في البروجكت بتاعك ده. اوكي فانت بتعمل لهم شنو بتعمل ابديت او والله يا اخي في ستيك هولدرز هم في البروجكت ده لكن احنا ما بنحتاج لهم هسه احنا لما في الحته الفلانيه مفروض احنا نحتاج لهم. اوكي اجين الستيك هولدرز عندهم في ستيك هولدرز عندهم صلاحيات في البروجكت وفي ستيك هولدرز ما عندهم صلاحيات. فنحن لما نجي نتكلم عن الستيك هولدرز بنحدد الحاجه دي. يعني اي سؤال شباب؟ اي سؤال؟ اوكي طيب خلونا نقارن يا جماعه. هنا نحن لقينا في حاجتين عندنا, عندنا البروجكت شارتر اوكي وعندنا البروجكت سكوب من. اوكي خلونا نقارنها نشوف انه المفروض يكون شنو في البروجكت شارتر, الحاجات اللي بتكون في البروجكت شارتر والمفروض دكتور سمحت ما في صوت طبعا. ايوه ما في صوت نهائيا.
في زول سامعني يا جماعة؟ أيوة دوب كده سامعني كده يا دوب سمعنا أيوة كده غريبة لكن غريبة الصوت يا دوب كده يا دوب طيب الفاتكم شنو طيب عشان أرجع له كل الشيء اللي قدامه لي البروجكت شارتر ده من أوله اوكي تمام اوكي معناه ما حاجه كثيره طيب نحن عشان يا جماعه ما يحصل لنا لبس بين الحته بتاعه البروجكت شارتر والبروجكت سكوب مانجمنت في البروجكت شارتر بيكون الهاي ليفل ديسكريبشن يعني الحاجات كلها بتكون يعني بس بروسغام زي ما بقوله كويس اول حاجه انه البروجكت بتاعك انت شنو اوكي دي اللي هي طالعة من البيزنس كيس يعني بعد ذاك انه البروجكت بتاعك ده لازم يطلع حاجه ميجربل يعني حاجه تكون واضحه حاجه تكون محدده اوكي بتكتب فيه الهاي ليفل ريكويرمنتس يعني احتياجات البروجكت العامه يعني انه والله يا اخي البروجكت ده بيحتاج انه مثلا بيحتاج لتيم مثلا رفلي 10 انفر البروجكت مانجر مفروض يكون كده كويس بعد ذاك البروجكت ديسكريبشن باوندريز برضو يعني البروجكت ارثر الحاجات العامه المفروض تتعامل في البروجكت والحاجات المفروض يصليها البروجكت المايلستون اوكي انت بس مايلستون بيكون سمري ليها يعني ما بكون بديت او 200 بتقول احنا المايلستون بتاعتنا لما تتعامل الاعمده ثاني لما تتكمل الصبه كلها بتاعت الطوابق بعدين لما نبدا الشقق مثلا دي مايلستونز فبتكون محدده كده بحاجه سمري ليها يعني ما ديتيلز اوكي فاينانشال ريسورسز انه مفروض يعني نحن يعني مفروض ناخذ لنا بس يعني زي موافقه مبدئيه يعني بتاعت انه بنلبي مويل المشروع اوكي بعد ذاك كيست ستولدرز ليست منو الناس المؤثرين من الستولدرز مؤثرين على المشروع او حيتاثروا بالمشروع كويس الابروفال ريكويرمنت كويس يعني خلاص المصدق عليه احتياجات المشروع المصدقين عليه اوكي البروجكت اكزيت كريتيريا يعني البروجكت ده بعدين لو يعني خلاص لما نجي في الفاينل بتاعته مفروض يكون شنو انه والله 1 2 3 يعني حاجات ما بدون ديتيلز بعد ذاك الاساين البروجكت مانجر اوكي هنا في الحته دي منو البروجكت مانجر حيكون لانه في الشارتر لازم يكون واضح البروجكت شارتر البروجكت مانجر الريسبونسابيلتي والاوثوريتي ليفل يعني لازم تتحدد في البروجكت شارتر الصلاحيات بتاعت المدير المشروع الصلاحيات بتاعته ومسؤولياته شنو اوكي لانه احنا زي ما قلنا لما نرجع لورا للاستراكشر بتاعت الاورجنايزيشن على ضوء احنا بنحدد انه على حسب الاورجنايزيشن استراكشر بتاعتنا بنحدد انه الصلاحيات بتاعت مدير المشروع ده شنو اوكي بعدين النيم منو السبونسر اسمه منو صلاحياته شنو اوكي منو اي حيمضي لنا البروجكت شارتر هل هو السبونسر ولا هو البي ام او اوفيس اللي هم مكتب اداره المشاريع ولا كلهم مع بعض اوكي فدي لازم تتحدد في البروجكت شارتر اوكي الستيتمنت البروجكت سكوب ستيتمنت انت فيه بتحدد بالضبط السكوب بتاعتك دي شنو مفروض يكون شنو في السكوب بتاعتك تحديده بتفاصيل يعني عشان بعدين ما تقع في حته بتاعت معالجات وتغيير وكده يعني اوكي بعد ذلك بتجي للحته بتاعت الديليفربلز بتاعت البروجكت برضه بتحدد هنا انه البروجكت بتاعي المفروض يطلع مكيفات مفروض يطلع مثلا غسالات مفروض يطلع شنو يعني مثلا حسب نوع البروجكت بتاعك لكن دي بتدي هنا في السكوب ستيتمنت بعد ذلك الاكسبتنس كريتيريا انه مفروض الحاجات المفروض تتفق معاها مع الـ مع الـ مع الزبون او مع السبونسر انه يا اخي هو حيستلم منك مثلا الشكل الثاني شكله يكون كده اول بيت ده شكله يكون كده دي تتفقوا عليها من البدايه عشان بعدين لما تجي في التسليم يقول لك لا انا ما اتفقت معك عليه كده يعني تمام ودي واحده يا جماعه من الحاجات دائما اللي بتكون فيك في المشاريع بتجهجه يعني بتخلي الروع ينتهي لازم الحاجه تكون واضحه محدده من البدايه بتحددها وين بتحددها هنا في السكوب مانجمنت تمام بعد ذاك الحاجات المفروض ما تكون في البروجكت شنو
دي مهمة جدا جدا يا جماعة في البروجكت اكسكلوجن، عشان بعد لما نجيك كاستمر داير يعمل تشينج طوال تقول يا حبيب نحن والله من البداية الموضوع ده في السكوب نحن ما اتفقنا عليه. اوكي انت لانك اتفقت عليه هنا لسبب انت انت بعدين التغيير ممكن واحد يقول لي طيب ما ممكن اعمل ريكوست للتشينج، اعمل ريكوست للتشينج الاوريدي هنا في السكوب. يعني مثلا طلعت له المكيفات دي باللون ما اتفقت عليه، اوكي دي بعدين بتحتاج التغيير وتجي تعمل ابديت للسكوب بتاعتك. هو حس انه والله التغيير ده اسينشال، السوق فجاه تغير انه والله المكيفات دي مفروض تكون القوه بتاعتها كده مثلا في السوق، الحاجه دي تغيرت. يعني جو واحد مشى الصين والله مشى كوريا الجنوبيه ومشى خمليه 20 حاويه جابه كويس وجا جاب لك انت بعدك شنو عملت مشكله في الكاستمر حصلت له مشكله، فبيجي شنو يحاول انه يطلب تغيير، لكن التغيير ده يكون within البروجكت شارتر، ما يكون حاجه اصلا. يعني ما يجي يقول لك والله نوقف المكيفات نحن دارين ننتج مثلا انت من البدايه في البروجكت شارتر ما متفقين عليه كده. اوكي هنا لازم تحدد الاكسكلوجنز. الاكسكلوجن دي يا جماعه دائما بتكون شنو الحتات الجري، الحتات اللي ممكن ما بلاك اند وايت، يعني الحتات اللي في النص، فانت دي دائما تعمل لها حسابك لانه ممكن يجي جهجهك بها في نص المشروع بتاعك. تمام يا شباب، في اي سؤال عن الفرق بين البروجكت شارتر والبروجكت سكوب ستيتمنت؟ اوكي هذا على فكره لو الصوت او اي حاجه بس اكتبوا لي في الشات. اوكي نمشي للمرحلة اللي بعدها اللي هي create WBS، وقلنا WBS هي work breakdown structure، من الاسم بتاعه انه نحن بنعمل من جزي التاسكات بتاعتنا في المشروع. اوكي طيب هي شنو sub dividing project deliverables and project work. انت بتقسم فيها انه والله يا اخي مثلا القطع المفروض تكون في المكيف شنو يكون مثلا الشاسي او البوكس او الفريم بتاع المكيف مفروض يكون فيه التيوب بتاع الغاز، مفروض تكون فيه الدينامو. اوكي دي برضه انت بتحددها هنا. اوكي هنشوف بعد شويه البروجكت ورك ذاته، يعني الشغل بتاعك بتاع البروجكت ذاته لازم تقسمه انه والله يا اخي تاسك A ده مفروض نحن نقسمه على 3 تاسكات. الثلاثة تاسكات دي أي واحد من التاسكات ديل يتقسم لأربعة تاسكات. ديل نحن برضو عندنا ليون اسم وحتشوفوه في الإكزامبل. تمام؟ برضو دي يا جماعة provide a framework of what must be delivered. هنا بتحدد إنه برضو بتساعدك في WBSD ال framework بتاع الحاجة اللي أنت مفروض تطلعها. أوكي؟ ال deliverables. تمام؟ طيب نجي نشوف الانبوت ونشوف اكزامبل ليها. الانبوت طفشت وين؟ طيب شكله في مشكله في السلايد دي. نجيب لكم البين بوك جايد. طيب في سؤال يا جماعه؟ في سؤال؟ اي سؤال في الحته دي؟ سؤال؟ طيب سكوب مانجمنت اوفر فيو. طيب يا شباب هنا في شايفين التيبل هنا الكريت دبليو بي اس. في الدبليو بي اس يا جماعه الانبوت نحن عايزين البروجكت مانجمنت بلان محتاج ليها. اوكي عشان نحدد بيها التاسكات بتاعتنا ومنو اللي بيعملها ومنو من التيم اصلا، يعني لانه في البروجكت انت بتكون حددت التيم بتاعك. بعدك انت محتاج للبروجكت دوكيمنت، اي بروجكت دوكيمنت عندها علاقه بالاكتيفيتي من الاسكوب انت هنا محتاج ليها. انتربرايز انفايرمنتال فاكتورز انت محتاج ليها، محتاج ليه ال organizational process asset، التولز and techniques اللي انت عايزها هنا، ال expert judgment اوكي اللي انت محتاج للنصائح بتاعت الناس السينيورز، محتاج للمستشارين الكونسلتنتس، انت محتاج لشراتهم هنا عشان تقسم العمل بتاعك. تمام طيب
عندنا حاجه اسمها decomposition. decomposition دي اللي هي انك انت الحاجه الكبيره تقوم تقسمها اللي يعني. تمام. هنجي نتكلم بالتفصيل في السلايد الجايه. بعد ذاك الاوتبوتس بتاعتها انت هتطلع البيس لاين بتاع السكوب بتاعك. اوكي ده بعدين اللي هتعتمد عليه لما تجي تعمل تشيك للكواليتي كويس. بتعتمد على البيس بتاع السكوب انه والله السكوب بتاعي ده مفروض يطلع المكيف شكله كده, مفروض العماره الشقق فيها تكون كده, مفروض الكورس ده يطلع لنا كده. اوكي دي بعدين بتعتمد عليها عشان تعمل المقارنه بتاعتك, عشان تعمل البنش ماركينج بتاعك. تمام. بتعمل ابديت للدوكيومنت زي الدوكيومنتس استعملتها هنا يا جماعه. بتجي تعمل لها ابديت. تمام. هنا على الانبوتس والاوتبوتس بتاعت المرحله دي. طيب نجي نشوف الدي كومبوزيشن. دي كومبوزيشن يا جماعه هي identifying and analyzing the deliverables are related works. يعني انت هنا بتحدد, بتكون عارف انه الحاجات المفروض ينتج المشروع شنو وانه تتنفس كيف. تاسكات يعني الاكتيفيتيز ان تعمل تحديده هنا في الحته دي يعني. تمام. بتجي بتعمل structuring and organization the WBS. دائما طبعا معظم الناس بيعملوها في تيبلز. انت بتجيب التاسك A, التاسك A ده مثلا ريليتد لكم تاسكات بتقسمهم. التاسكات اللي قسمتهم ديل بيكون عندهم ثاني سب تاسكس. تمام. فدي هسه هنشوفها في السلايد الجايه. طيب اللي هي ده شرح ليها انه دي كومبوزيشن دي كومبوزينج ذا ابر دبليو بي اس ليفل انتو لوور ديتيل كومبوننتس. يعني الحاجات الكبيره انت بتقسمها تحت لحاجات صغيره, بعد ذاك بتكون ديتيلز. تمام. طيب نجي نشوف هنا برضه يا جماعه بتعمل شنو كود للحاجه دي. اي تاسك بتعمل له كود ومنو اللي هيشتغل في الـ في الـ في الـ في التاسك ده. تمام. بعدين بتتكد الديليفرابلز انها ابروبريت. يعني اي حاجه انت يعني دي واحده من اللي بتخليك انك انت شنو بعدين لما تجي الحته بتاعت التشيكن كواليتي انك انت بتكون عارف والله التاسك ايه ده مسؤول منه فلان, فبيسهل لك الحته بتاعت انك انت يعني تجي اند كنترول ات اند فيريفاي ات تعمل ليها. بيوضح يا جماعه في الاكزامبل. يعني عندي الليله مشكله في هاي هنا ظهر. طيب شايفين يا جماعه عندنا بس معلش والله مشكله كده ما اعرف الليله حاجه الصورة ما واضحة. طيب في زول يا جماعة قادر يشوف الصورة دي يا شباب؟ لا ما واضحة. في حاجة على الشاشة واضحة والله. شايفين بس الكامل وفاضية مش كده؟ شايف ايوه الدبليو اس الكامل ما في حاجة. دبليو بي اس اكزامبل ايوه تبدأ تستعمل ما في حاجة. أول السخ وجيبه تاني شكله أيوه تمام. طيب ده الشكل يا جماعة بتاع WBS مفروض شكله يكون كده. تمام. يعني مثلا نحن عايزين نعمل aircraft system, يعني system في الـ aircraft اللي هي في الطيارات يعني. تمام. طيب دي الحاجة الرئيسية المفروض يصل لها البروجكت. اوكي او ده الاوبجكتيف الرئيسيه بتاعت المشروع. اوكي. طيب الحاجه دي ما هي طوال انت بس بتعملها قطعه واحده كده. لازم تعملها اول حاجه تقسمها لقطع صغيره. اول حاجه انت عندك حاجه اسمها يا جماعه البروجكت مانجمنت. انت لازم كيف انك تدير المشروع ده, دي لازم تتحدد هنا في الدبليو بي اس. اوكي. منو في البروجكت مانجمنت عايز انت عايز سيستم انجينيرنج مانجمنت
وعاد سبورتيف بروجكت مانجمنت اكتيفيتيز، دي انت محتاج ليها عشان تنفذ بها المشروع بتاعك. تمام، انت محتاج برضو للتريننج، في التريننج انت عايز اكويبمنت تريننج، اوكي، ناس تدربون على الاكويبمنت، عايز فاسيليتيز تريننج، وعايز سيرفيسنج تريننج برضو. انت شوف هنا كلمه تريننج فوق، جيت هنا فصلتها تحت للحاجات المفروض كلها عندها علاقه بالتريننج. لو جاء مثلا يوم من الايام جاء واحد من الستيك هولدرز قال لك يا اخي انت ما عملت مثلا اي تي تريننج، تقول له والله يا اخي ما عندنا هنا، احنا ما اتفقنا عليه. تمام، هنا دي انت لما تجي تعمل يا جماعه تشينج، تشينج بيكون للحاجات دي هنا، للحاجات الاوريدي عملت لها ايدنتيفيكيشن في المرحله بتاعت الاسكوب. تمام، الداتا اللي انت محتاج ليها تيك اورد، محتاج لانجينيرنج داتا، محتاج لمانجمنت داتا، اوكي. ثاني اي داتا هنا انت ما محتاج لها، بس محتاج للثلاثه انواع من الداتا هنا. تمام، نجي نشوف خلينا نشوف مثلا الاير فيكلز، انت محتاج للاير فريم، محتاج للانجن، محتاج للكوميونيكيشن سيستم، النافيجيشن سيستم، والفاير كنترول سيستم. ديل ذاته يا جماعه ممكن برضو تاني تقسمه لحاجات تحته، اوكي. الحاجه دي يا جماعه ما اصلا ما يعني هي بس اكزامبل، ما تعمل مشروع زي ده، اوكي، ولا شالوها من ايرباص ولا من بوينغ، لكن بس هي ناس البي ام بوك جايبينها كده بس عشان انك انت تقرب لك المساله بتاعت الدبليو بي اس. انت بتعمل الدبليو بي اس على حسب المشروع بتاعك، ولا على حسب الديليفرابلز بتاعت البروجكت بتاعتك. تمام يا شباب، هنا في الدبليو بي اس، اوكي، طيب نجي للمرحله بتاعت الفاليديت سكوب. خلاص احنا عملنا مانجمنت بلان للسكوب بتاعتنا، وي كولكتد ذا ريكويرمنتس بتاعت المشروع، انه المشروع ده احتياجاته شنو، اوكي. جينا عملنا الدبليو بي اس بتاعتنا، اوكي، نجي فاليديت السكوب، كيف نحن نعمل فاليديت للسكوب. قبل ما نعرف كيف كده نشوف ايه ذاته الفاليديت سكوب دي، المرحله دي يعني شنو هنا. طيب دي فورمالايزنج acceptance of the completed deliverables، انت بتعمل اللي هي خلاص يعني بتحدد ال انت الديليفرابلز اللي طلعت دي من المشروع بتاعك ده، انت مفروض تعمل لها طريقه عشان تو بي اكسبتد، او كيف انه تتقبل، يعني زي حته بتاعت تشيك كنترولز، اوكي، زي ما قبل انت حددتها هنا عشان تجي تسلمها، انت لازم تكون عندك يعني عندك زي ما تقول شنو يعني فريم ورك، انه والله يا اخي مفروض التشيكينج بتاع يكون كده، مفروض يجي واحد من ناس الكهرباء يعمل تشيك واحد من مثلا ميكانيك يعمل يجي يعمل تشيك ميكانيك، اوكي. فهي دي الحته بتاعت الفاليديت سكوب. برضه هي يا جماعه الحاجه دي بتكون في المشروع كله، كويس، ما زي الكوليكت ريكويرمنتس. الكوليكت ريكويرمنتس يا جماعه بتكون مره واحده في عمر المشروع، لكن لو حصل تشينج ممكن انت تحتاج ليها، اوكي. لكن الفاليديت سكوب دي بتكون في الطوالي طول عمر المشروع، لكن بتكون في فترات، لانك انت بتنتج مثلا انتجت الحاجه الديليفربل اي، بتيجي تعمل لها فاليديشن، تتاكد انه الحاجه دي تمام زي ابقى للمواصفات بتاعت المشروع، اوكي، ما في اي مشكله بتاعت تغيير، اوكي. بعد ده بتمشي عشان تمشي تسلمها، انت تكون اتاكدت تماما ان بتاعتك دي زي ما خططت ليها، النتيجه بتاعتها طلعت. لو حصل اي مشكله هنا يا جماعه بتقوم شنو بعد ده بتمشي بتاعت التشينج ريكويست. طيب نشوف الديت سكوب، انت محتاج شنو مانجمنت بلان، اوكي، عشان تطلع يا اخي دي نفس الحاجات اللي انت خططت ليها ونفس الديليفرابلز اللي خططت ليها. محتاج لحاجه اسمها سكوب مانجمنت بلان، السكوب مانجمنت بلان امبارح، اوكي، انت محتاج للريكويرمنتس مانجمنت بلان عشان تعمل عليها تشيك. يعني هنا الحته دي يا جماعه حته بتاعت البنش ماركينج، يعني انت دي كلها بتدخلها هنا عشان بعدين يعني مثلا اكزامبل هنا عندك الاكسبتد ديليفرابلز، الاكسبتد ديليفرابلز دي خلاص يعني حاجه اتقبلت
بصورة ب... ب... بصورة أوفيشل واتقبلت من اسمه من ال... من ال... من الكاستمر أو من السبونسر أو اتقبلت من السبونسر لكن هي هتخش في حاجة ثانية. تذكروا لما نحن قلنا المفروض بتاعنا مطلب كبير منقسمه ل منقسمه ل لفيزيس. ممكن هنا في الفيزيس الأولى دي أنتجت الفريم بتاع المكيف يتقبل الكواليتي باص الكواليتي كل شيء بعده بيمشي بيمشي للمرحلة الثانية تمام. الاسكوب بيس لاين عشان انت تقارن بيها بتشوف انه والله فعلا دي اللي حطنا لها في الاسكوب مانجمنت بلان هي نفسها كويس. الزمن برضو يعني انا قبل في الـ في الـ في الاسكوب مانجمنت انه والله ياخذ التاسك بتاعي ايه مثلا انتهي في شهرين هل فيها في شهرين اوكي. الليسون بعدك انت عايز البروجكت دوكيومنتس اللي هي الليسون لين كواليتي ريبورتس. كواليتي ريبورتس دي يا جماعه مثلا انك انت دي بيزاد بتجي الحته بتشينج انه والله يا اخي البرودكت ايه او التاسك ايه نحن عملنا له تشينج ريكويست اوكي لانه المشاكل اللي فيه كانت 1-3 انت محتاج للريبورت ده هنا از انبوت للمرحله دي عشان هنا بعدين لما تجي تقارن تشوف والله فعلا انه والله كان عندنا مشكله بتاعت اوكي. وفي التقرير قال انه المقاسات دي كانت ناقصه او زايده. هنا لما تيجي في الاوتبوت عشان تعمل لها تشيك بتغارن بتلقى انه فعلا والله المقاسات دي ظبطت طب الاسكوب بتاعنا تمام. فانت هنا مجل الكواليتي ريبورت بعد ذاك الريكويرمنتس دوكيومنتيشن ريكويرمنتس جال الديليفرابلز عشان تقدر تغارن عليها اوكي. الريكويرمنتس تريسيبيليتي ماتريكس تكلمنا على اول امس انه البرودكت عشان او الديليفرابلز دي عشان تطلع اوكي انت استخدمت ومنو العمل شنو اوكي. بعد ذاك الفيريفايد ديليفرابلز اوكي دي الفيريفايد دي يا جماعه خلاص يعني وصلت المرحله بتاعت انه بعد ده خلاص هتمشي للحته بتاعت التسليم. الويب بيرفورمانس ديت يا جماعه دي الديتا احنا اول امس وقبل يومين اتكلمنا عن الفرق بين الديتا والانفورميشن. هنا بتكون في ديتا رو ديتا يعني ما يعني معلومات عن مثلا المقاس كم المقاس انتهى الزمن الزمن اللي انتهى فيه الليفرابلز كم منو العمل لو حصل فيه اي تشينج يعني بس بتكتب ديتا يعني اي ديتا بالديليفرابلز انت محتاج لها هنا محتاج لها شنو يا جماعه عشان بعدين تطلع الانفورميشن الورك بيرفورمانس انفورميشن. الورك بيرفورمانس دي خلاص ريبورت يعني حاجه كده يعني مفهومه حاجه ممكن انت تمشي تخد تديها للستيك للسبونسر لما تيجي تسلم المشروع تمام. الانبوت يا جماعه للانسبكشن الانسبكشن ده اللي هو سواء كان يعني عندك استعملت له سيستم او استعملت له او جو ناس خبره عملوا انسبكشن للبرودكت دي عشان تمشي تبقى اكسبتابل اكسبت ديليفرابل. ديسيجن ميكينج اوكي انت محتاج للحته بتاعت ديسيجن ميكينج هنا يا اخي البرودكت دي هي فعلا اوكي هل هي محتاجه لمثلا في تغيير في شنو في شنو. فانت من الفوتينج وغالبا هنا الفوتنج يا جماعه بيكون شنو بيكون نفر واحد بيقرر عشان يتحمل المسؤوليه تمام. بالذات في الحاجات اللي بتكون يعني انت ما متاكد انه والله يا اخي الحاجه دي ممكن تكون 100% او تكون 99% يعني الحاجات اللي فيها دائما هامش بتاع ايرور لكن ممكن يتقبل اوكي. بوت زي ما قلت الاكسبت ديليفرابلز الوير بيرفورمانس انفورميشن اي حاجه متعلقه بالسكوب ده مفروض ده خلاص تكون في 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 صوره بتاعت انفورميشن لان دي بتكون بتمشي لل في الحته بتاعت التسليم. يعني لو حصل اي حاجه ديفكت هنا او حصل انه ايرور او حصل حاجه عايزه تغيير انت بتعمل يعني عملت لاك وكل شيء وما باصت الكواليتي بتعمل لها شنو بتعمل تشينج ريكويست. او ممكن الكاستمر هو ذاته بعد ما انت جاء عمل لها تشيك بنفسه لقى انه فيها غلط عملته تشينج ريكويست اوكي. ديت للدوكيومنتس بتاعتك الليسون لين ريجستر
اي حاجه في المرحله التلسكوب دي اوكي، والفاليديشن اوكي بتعمل لها، بتعمل لها الليسون لين بتعمل لها ابديت، الريكويرمنتيشن برضو عمل لها ابديت اوكي، الريكويرمنتس ماتريس برضو بتعمل لها، بتعمل لها ابديت اللي هو هو تايم تيبل او الماتريكس زي الاكزامبل اللي احنا شفناه في اول امس. يعني في اي سؤال يا شباب عن الفاليديت سكوب؟ اعتقد انها واضحه يا جماعه، ما 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 محتاجه، ما ما في حاجه كثيره. طيب خلاص في تو سلايدز نكون خلصنا، نجي للكنترول سكوب. الكنترول دي يا جماعه هي في الحته انت بتعمل مونيتورينج الحاله بتاعت المشروع بتاعك، يعني المشروع بتاعك ده وصل البرودكت لها مون، فبتشوف انه والله البروجكت بتاعي ده ماشي تمام، خلاص احنا بدينا ننتج الديليفر رقمي واحد والامور كلها تمام. دي هنا في الكنترول سكوب. مانجينج تشينج، تشينج اي تشينج اوكي، ما نحن قبل شويه تكلمنا انه يا جماعه ممكن يحصل تشينج ريكويست، لو في اي تشينج انت لازم هنا تعمل له مانجينج في الحته دي، باعتبار انه تشينج لو ظهر لك بعد الـ بعد الـ عملت فاليديت للسكوب او فاليديت سكوب تشينج، يعني انت قبل كده تشينج في تغيير حصل وجيت رجعته ثاني، جيت عملته في الـ في الفاليديت سكوب اتاكدت منه، انت هنا بتجي بتتاكد اعمل اوكي، بتتاكد ان والله فعلا التشينج ده زي ما نحن طلبنا او زي ما الكاستمر طلب. تمام، البروسيس دي يا جماعه بتكون طوالي في 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 الحته بتاعت الكنترول سكوب دي طوالي، يعني ما 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 زي الكولكت ريكويرمنتس ولدي ال WBS، ال WBS بتعمله مرة واحدة ليس إنه حصل تغيير أوكي، لكن هنا ال control scope دي طوال اللي هنكم